مشاهدينا في هذه الفقرة رح نتحدث عن مبادرة شبابية لدعم أطفال متلازمة داون. ما هي متلازمة داون وكيف يمكن التعامل مع الأطفال المصابين بمتلازمة داون وأيضا المبادرات الشبابية التي تدعم هذا الموضوع؟ يسعدنا أن نرحب بالاستديو بالدكتور عطاء القيسي استشاري الصحة العامة والرعاية الوقائية والصحية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك. والترحيب أيضا موصول بلمياء عثمان طالبة ومنسقة المبادرة. يعني في البداية دكتور خلينا نتعرف والسادة المشاهدين على متلازمة داون. ما هي متلازمة داون وما هي الأعراض التي من خلالها يمكن للأهالي أن يعرفوا إذا كان أطفالهم مصابين بهذا المرض أو لا، وإذا كان هو فعلا مرض أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هالدعوة الكريمة. أهلا وسهلا فيك حتى دكتور. نتحدث بالجانب الطبي عن متلازمة داون، وأنا مسرور جدا بهذا اللقاء لتوضيحي للجمهور. متلازمة داون خلل وراثي، نعم، جيني، نعم، يعتمد على عدد الكروموزومات اللي موجودة في الخلية الإنسانية. الكل منا بعرف أن الجسم مكون من أنسجة أعضاء، نعم، والأعضاء متكونة من أنسجة، والأنسجة يوجد بها خلايا، وهذه الخلايا يوجد بها نواة. النواة تحتوي على الكروموزومات الجينية اللي أو الوراثية الموجودة في الإنسان. ف 23 كروموزوم من الأم و 23 كروموزوم من الأب، فالمجموع 46. ف 22 من كل زوج منفصل، وزوج واحد فقط اللي بيحدد الجنس، وهذا غالبا بيكون من كروموزوم جهة الأب بالنسبة للذكر والأنثى. فمتلازمة داون هي زيادة على عدد كروموزومات ال 46 هدول، ويصبحوا 47 كروموزوم نتيجة الخلل اللي حنتكلم عنه. نعم. بالأخص كروموزوم رقم 21. فكروموزوم رقم 21 يصبح ثلاث أزواج، زوج يعني ثلاث جينات وراثية، مما يسبب هاي المتلازمة التي يصبح فيها الإنسان معرض للمشاكل الصحية والعقلية والنفسية وللأسف المجتمعية بعد كده، لأن المجتمع أحيانا ينظر إلى هاي المتلازمة بشكل مختلف فعلا. نعم، ولا يستطيع أحيانا التعامل مع هاي الحالات الخاصة والحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية ورعاية مكثفة. نعم دكتور. دكتور يعني خلينا نتحدث إنه هل يمكن للوالدة أو للأم أن تنجب أكثر من طفل مصابين بمتلازمة داون؟ صحيح. إن كنا نتحدث عن الأسباب، هناك ثلاث أنواع من متلازمة داون. النوع الأول 95% من الناس ممكن تكون حاملة هذا الجين، وهو سبب أنه الأم معرضة للحمل أكبر من سن 35 سنة، تكون متعرضة لهذا الشيء، وهو هذا الخلل اللي احنا بنكون فيه نتكلم فيه عن الخلل توزيع الكروموزومات أثناء انقسام الخلايا. فالبويضة بويضات الست الأنثى أو الأم، خلينا نتكلم بشكل علمي، بويضات الأم تكون موجودة معها منذ الولادة. فعندما إلى غاية سن البلوغ، عندما تنضج هاي البويضات وتخرج إلى الحياة وتكون معرضة لكي تنجب هذه الأم، فإذا كانت أكبر من سن 35 سنة 95% من النساء معرضين لهذا الخلل الانقسامي اللي بيكون بسبب توزيع الكروموزومات والجين 21 اللي بيكون الخلل موجود. لا. النوع الثاني 4% فقط من الناس اللي بيكونوا حاملين هذا المرض أو مورث أو قابل للوراثة، اللي هو التوزيع السليم للجينات، يعني بتكون 23 23 46 موجودين ولا يوجد زيادة في ال 21 كروموزوم 21، ولكن بعض الجين بعض الدي ان اي جزء من الجين في الكروموزوم 21 ينفصل اثناء التوزيع ويتوزع على كروموزومات اخرى. نعم. بالذات كروموزوم رقم 14، فرقم 14 هذا يحمل الصفة الوراثية. فهذا 4% فقط، وهنا جواب على سؤال حضرتك انه الام تكون معرضة انها تحمل الجين الوراثي
للمجتمع بعد كده إذا تزوجت. والنوع الأخير 1% فقط اللي بيكون من البشرية، وهذا احتمال توريثه أكيد، اللي هي اللي تحدثنا إذا كان من النوع الثاني اللي احنا حكيناها. نعم. الجين يحمل الكروموزوم 21 ومتوزع على كروموزومات أخرى من جين 14، فإذا كان هناك تزاوج ما بين اثنين حاملين نفس القضية هاي في الانقسام، نعم، فالانقسام الكروموزوم يجتمع وينتج متلازمة داون. فمتلازمة داون جزء منها وراثي، وبعض الدراسات بتتكلم انه يمكن الوقاية منها بالتحليل اللي هو الكاريوتايب، الكاريوتايبينج او التشريح الجيني او التحليل الجيني. رح نتحدث اكثر عن موضوع الوقايه، لكن كيف الاهالي ممكن ان هم يعرفوا اذا اولادهم مصابين بهذه المتلازمه او لا؟ المصابين بمتلازمه داون بيكونوا هناك اعراض للاطفال اللي يتم انجابهم عن طريق التزاوج اللي فيه خلل كروموزومي زي ما احنا حكينا، بيكونوا تقريبا هم نفس الملامح، عنده القدرة العقلية بتكون شوية أقل، صغر في حجم الأذنين، التشابه كبير جدا ما بين الأوجه، فهم سبحان الله يعني الكروموزوم لزيادة هذا 21 بيعمل الصفة الوراثية اللي هو زي ما بيقولوا النسخة واحدة تكون، فالإدراك الحس الإدراكي والأمور اللي صعوبة التعلم، صعوبة الكلام، أيضا هناك أحيانا يكون الوفاة وأمراض للقلب ومضاعفات معرض للأمراض المزمنة هذا الطفل. نعم. فالمتلازمة بتبين منذ الولادة يعني بتكون، لكن إذا تحدثنا أنه كيف الأم يعني بدها تتجنب هذا الشيء، هذا موضوع وقائي ثاني بالفحص الجيني أو الوراثي إذا كان هناك في عندهم تاريخ أو زي ما نقول هيستوري في العائلة أن هناك أحد المتلازمات، متلازمة داون هي أحد الأزواج ظهر، فهناك خوف ما أنه ينتقل ويورث إلى الأجيال القادمة. جميل. يعني دكتور، يعني في هذا الموضوع هناك العديد من المبادرات، لمياء رح تحكي لنا عن المبادرة اللي هم أطلقوها وهي كمنسقة لهذه المبادرة لرعاية واهتمام بمرضى متلازمة داون. يعني لمياء في البداية حكينا أكثر عن المبادرة وما هي طبيعة هذه المبادرة والأنشطة التي تناولتها من خلال هذه المبادرة مع الأطفال المصابين بمتلازمة داون. تمام. أنا لمياء حاتم عثمان، طالبة من طلاب بريدج بالستان، هم اختارونا 120 طالب، أفضل 120 طالب في قطاع غزة. نعم. في أنشطة خلال هذا البرنامج، من ضمن الأنشطة كانت مبادرتنا. قسمونا إلى فئات، أنا ومجموعتي اخترنا مبادرة معينة اللي هي مبادرة هيا بنا نرسم بسمة. هاي المبادرة احنا اخترنا متلازمة داون بالذات لأنهم هذول أطفال مهمشين، يعني ما حد بيهتم فيهم. نعم. ما فيهم رعاية. عشان هيك احنا اخترنا هذولا. ومن ضمن الانشطه كانت رحنا على مدرسه الجزائر للاحتياجات الخاصه، كان فيها عدد من متلازمة داون. نعم. عملنا لهم انشطه، لعبناهم، فرحناهم، رسمنا البسمه على وجوههم، خليناهم يحسوا حالهم زيهم زي اي حد، يعني ما فيش فرق بينهم وبيننا. شرينا لهم هدايا، لعبناهم. و جميل. يعني شو بتحكي للأطفال اللي بعمرك، يعني اللي يمكن أنتوا جزء من 120 طالب اللي تم استهدافهم في هذا الموضوع، وأنتوا اخترت قد عدد الفريق اللي اختار في البداية دعم متلازمة داون وأطفال؟ هم 8، إحنا 8 طلاب. تمام. طيب أنتوا 8 حسيتوا أنه لازم يكون العدد أكبر حتى تتمكنوا من رسم البسمة على وجوه هؤلاء الأطفال من خلال هذه المبادرة والأنشطة التي قمتم فيها؟ هو احنا 8 لانه وفي كمان جبنا اخوي، وفي كمان يعني جابوا اخواتهم، يعني ضفنا عدد، ولكن الرسمي في برنامج بريدج احنا 8 طلاب. تمام. يعني لمياء من خلال يعني اكيد قعدتوا مع الاطفال وحكيتوا انتوا وياهم، هل في شعرتوا انه في لحظه من اللحظات في بعض المشاكل اللي هم بيواجهوها؟ هم هدول متلازمة داون، يعني ما فيش أطيب منهم. أنا حاسة يعني قعدت معهم طيبين بشكل مش طبيعي، وبيحكوا معك وبتناقشوا وبيضحكوا، فهي المشكلة من الناس إنه بتعاملوا معهم بطريقة يعني مش عارفة كيف، لكنهم يعني مش عارفة هيك.
طيب وانت حاولتي تغيري هذه النظرة نظرة الناس لهؤلاء الأطفال؟ أكيد من خلال الجروب اللي عملنا جروب وعملنا المبادرة اللي نفذناها. تمام دكتور، يعني يمكن الأهالي نفسهم ما عندهم وعي وإدراك كيف ممكن يتعاملوا مع أطفالهم، خصوصا أطفال متلازمة داون، يمكن هذه كمان بتأثر على المجتمع ككل، يعني بطريقة تعامله كما تحدثت لميا مع هؤلاء الأطفال، كيف ممكن الأهالي يتعاملوا بحنية وبصبر وبألفة مع هؤلاء أطفالهم، لأنه يعني طفلك من الأهالي وين بدك توديه؟ أولا أنا بحب أشكر المبادرة والشباب الصاعد في هذه المبادرة، مؤسسة بريدج فلسطين اللي اختارت عينة من الشباب. أنا سعيد جدا أني أنا اليوم بأدعم هاي النشاطات يعني كاستشاري طبي. ولكن المجتمع، أنا بحب أوجه يعني كلام زي ما بيقولوا واضح وصريح، نعم، أنه هذا خلق الله، يجب أن نتقبل أنه الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطى جزء من الذرية في المتلازمة هاي. فيجب على الأم أولا أن تتقبل بصدر رحب أنه لها طفل ذوي احتياجات خاصة. لا ما بنقدر نقول انه عنده اعاقة او معاقة، لا لا لا، هو طفل طبيعي، هو طفل طبيعي جدا، يتعامل بشكل طبيعي جدا، ومن يكتب له العمر. وفي امثلة عندنا في قطاع غزة، صحيح، احد الاخوات الكريمات لا داعي لذكر الاسماء متلازمة داون وبتشتغل في مؤسسة مرموقة جدا، واعتقد انها متزوجة الله اعلم. فالشغلة انه الاهالي يجب ان يتقبلوا هذا الكلام بصدر رحب، وأن يعلموا كيفية التعامل معهم من ناحية اجتماعية، من ناحية نفسية، من ناحية تغذوية أو بما يشمل الطبية والرعاية الخاصة اللي مطلوبة لهم، حتى يتمكنوا من عبور المرحلة الصعبة في أثناء نشوء هذا الطفل في المتلازمة. لأنه كما أوردنا أنه هناك أعراض خطيرة جدا بتظهر عند بعض الأطفال مش الكل، وهناك من يجتاز هاي المراحل ويمضي حياته بشكل طبيعي إذا كان من النوع الثاني أو الثالث اللي إحنا ذكرناه. فالرعاية الخاصة المطلوبة فيهم منذ البداية، يجب أن تنتبه الأم إذا كان هناك، طبعا هذا بالإشراف الطبي والفحص الطبي المستمر مع الأخصائيين، أخصائيين الأطفال وأخصائيين الجينات الوراثية، فيجب توجيههم إلى الرعاية المختصة بالأطفال. وهناك جمعيات أعتقد مختصة، صحيح، في رعاية هؤلاء الأطفال، يقدم لهم الحق في الحياة، الحق في الحياة، نعم، جمعية الحق في الحياة مختصة في هذا المجال، تقدم لهم الرعاية المطلوبة، كل حسب حالته، كل حسب تركيزه. صحيح. من النسبة للمجتمع يجب أن يتقبل هذا المجتمع ويتعامل بروح طيبة مع هؤلاء الأطفال، ولا يشارك في اللي احنا زي ما نقول عنها وصمة. وصمة هاي مشكلة كبيرة جدا في مفهوم المجتمع احيانا، انه عائلة عندها متلازمة داون بتعدوا عنها، ما تقربوا عليها، في مشكلة نفسية بتصير، مشكلة مجتمعية مع التعامل، لانه المجتمع مش، يعني سامحوني على المصطلح، مش واعي بالشكل الكافي عن هاي الامراض اللي بتصير في، وهو مش سبب فيها طبعا، لكن درجة التقبل. لكن مش ضروري انه يعني مثلا انه احنا بنسمع يعني من خلال المجتمع او من خلال الناس اللي حوالينا اذا طفل او عائلة عندها طفل مصاب بمتلازمة داون، وعندهم بنت مثلا بدهم يتجوزوها او بدهم يتقدموا لطلبها، بيرفضوا لانه بيعرفوا انه عندهم اخو. هذا يعني طبعا هنا في ظلم، هنا في ظلم يقع على المرأة كبير عليهم. يقع، صحيح، على المرأة الفلسطينية انه كون اخوها او اختها عنده متلازمة داون الاسرة، وهذا مش صحيح. انه الوراثة تلعب دور هنا، صحيح، في جزئيات معينة، يعني لا، ليس بالضرورة ان تكون هاي الفتاة حاملة للجينات اللي ممكن، صحيح، انا اعرف الناس، يعني انا بعرف، نعم، ناس مصابين بمتلازمة داون وتزوجوا وانجبوا اطفال طبيعيين جدا وقمة بالذكاء. هذا من النوع الواحد في المية والاربعة في المية اللي احنا تكلمنا عنه، لا يوجد خلل في توزيع الكروموزومات مع الجينات الستة واربعين موجودين، كروموزوم 21 طبيعي، ولكن جزء منقوص منه رايح
كروموزومات ثانية اللي هو كروموزوم 14، ولكن هذا ليس بالضرورة أنه كل الأسرة مصابة. صحيح. أو عشان كده ما نظلم الأسرة عندها بالضبط، فهذا يجب أن يتم تقبله من المجتمع. يجب صحيح. أن ويا سيدي مرحبا بك، اعمل اللي هو الكاريوتايب اللي هو التحليل الجيني. وإذا كان المجتمع أيضا أحيانا لا يتقبل هاي، خلينا نقول الوصفة العائلية، يعني الواحد لما يتزوج بيسأل عن أمور كثيرة في العائلة، ولكن في مجتمعنا الفلسطيني لا نسأل من الناحية الطبية. صحيح. بنعتبرها صحيح. أحيانا عيب. عيب ومش صح إنه. وهيك بنوقع في ظلم للعائلة. ظلم. أمثال الأمراض المزمنة، الضغط وسكري، يعني كل واحد عنده ضغط وسكري، ما يتجوز من عائلة عندها ضغط وسكري، فهذا ظلم. صحيح. فيجب على المجتمع أن يتفهم إنه هذه ليس بالضرورة أن يحمل الجينات كل أفراد العائلة، وإن كان هناك جزئية قوية من الوراثة تقول إنه الأم هاي حتنجب أو الأب هذا حينجب طفل عنده متلازمة داون، ممكن اختيار الجينات حسب الطب. يعني تقدمت العلوم جدا في هذا المجال. نعم. فالمجتمع يجب أن لا يدخل هذا الظلم ما بين العائلات، ويتعامل مع الحالات هاي بكفاءة صحيح. عالية جدا، حتى أنه يستطيع أنه يكون مجتمع سليم. تمام. لمية، يعني المبادرة رسم البسمة على وجوه أطفال متلازمة داون، وكان هذا الهدف موجود ويعني حققته هذا الهدف. الأثر على المجتمع وعلى الفرد نفسه من خلال هذه المبادرات الشبابية، أول إشي الأثر على هؤلاء الأطفال متلازمة داون. نعم. رسم البسمة على وجوههم، بالفعل هم انبسطوا وكيفوا، قالوا لنا يعني تعالوا كل مرة بدنا إياكم، وحبونا وحبناهم نفس الوقت. على المجتمع يعني لازم هم يهتموا في هدول الناس، يعطوا اهتمامهم عشان هم يحسوا برضو انه يعني احنا زينا زيكم زي اي حدا. نعم. وبرضو بالفعل يعني اسعدنا اهاليهم انه حسوا حالهم في تطور، يعني انه بشخصيتهم انبسطوا كتير. واكيد كان له اثر ايجابي على المجتمع خلال هذه المبادرة. نعم، على المجتمع انه يعني بحس المتلازم داون زي اي شخص. غير هيك انه انا يعني المجتمع كله لازم يهتم في هدول الاطفال ويرعاهم ويعطي اهتمامهم بزيادة. تمام. دكتور، يعني ما هي النصائح والتوجيهات للتعامل الامثل مع هؤلاء الاطفال؟ التعامل الامثل هو تدريبهم، وجود برامج مختصة لتأهيلهم. نعم. في بعض الحالات هناك تراجع في الإدراك الذهني والإدراك العصبي للتعلم النطق، أحيانا هناك صعوبات، فالبرامج الخاصة للتدريب موجودة، يجب تطويرها على حسب الحالات اللي تتعرض لها المؤسسات اللي بتتعامل مع هاي الحالات بالذات. وهناك دراسات مستمرة على هذا الكلام من الناحية الصحية والطبية، من الناحية الوقائية عدم تعريض هؤلاء الأطفال للصدمات كما تحدثت لميا، أنه المجتمع تقبل والمجتمع كان جزء من مشاركة في هذه المبادرة، حتى الأشخاص حسب ما هي توصف أنه كانوا سعيدين جدا بشغلات الاهتمامها، فهذا جزء من الدعم النفسي. صحيح. والدعم المجتمعي، المبادرة كمبادرة إذا حبينا نتحدث عن جزء من البرنامج العلاجي كمبادرات أو كدعم نفسي اللي هو سايكو سوشيال سبورت، في ناس مختصة يعني، ومنها مبادرة الشباب هاي. شغلة تانية إنه الأهل الرعاية الغذائية مهمة جدا، حتى لا يتضاعف ما يوجد عنده من خلل من أمراض، إن كان هناك حسب التشخيص. صحيح. الجزئية ما يتخصص في القلب وما يتخصص في الجهاز الهضمي وما يتخصص في الإدراك، فبكون هو معرض لأنه. نعم. أحيانا زي ما بيقولوا ما بيقدروش يتحكموا فيه المريض، فهذا مش صح تماما. يعني البرنامج بيدرب الأم وبيدرب الطفل، يرعى الأم ويرعى الطفل، يوجه الأم اللي مداوم على طفلها اللي بتاخده على المؤسسات، البرنامج بيشملهم. طيب. فلازم طبعا، فحتى يستطيعوا انهم يكونوا هو العامل الثالث في ركيزة تجنب هاي المضاعفات واستمرار الحياة الطبيعية للأطفال هذول. جزء ثاني مهم من البرامج هاي التوجيه السليم للمجتمع، يعني جزء تدريبي بيكون للحالة، الجزء الآخر للمجتمع في كيفية التعامل والتقبل هاي الحالات. أيضا المراكز التدريبية التعليمية الثقافية، خلينا نقول
يجب إيجادها، يعني بدناش نقول إحنا مدرسة خاصة فيهم أو مركز خاص في تعليمهم، لأنه هناك أطفال متلازمة الداون موجودين في المدارس ما بين الزملاء والأطفال بصورة طبيعية مدموجين جدا، مدموجين مع المجتمع بشكل، وهذا جزء من البرنامج وأهداف برامج التوعية الصحية والتثقيف الصحي والتدريب الصحي والرعاية الصحية المختصة في هاي، لما دمج هؤلاء الأطفال بعد ما ينجح البرنامج معهم في تخطي هاي العقبات، نعم، دمجهم في المجتمع لكي يصبحوا مواطنين طبيعيين جدا وما في أي حذر عليهم، ومنهم من يستمر ومنهم من يحتاج إلى استمرار دعم واستمرار في لدعم استمرار البرامج هاي. تمام. لمياء، يعني ما هي رسالتكم خلال هذه المبادرات، وهل المبادرات تقتصر على فترة معينة ولا يجب استمرارية هذه المبادرات كشباب مبادرين؟ تمام، نحن هنا من قناة الكوفية نناشد إلى جميع المسؤولين وجميع الناس إنهم يهتموا ويعطوا رعايتهم هؤلاء الناس، وبالأخص الأخ المناضل محمد دحلان اللي هو الأساسي المسؤول عن في بيل عن الناس في قطاع غزة وبيهتم فيهم. نعم. بحكي له إنه يهتم في يدعمنا عشان نعطي أكثر ونسعد ناس أكثر وأهاليهم، هيك عشان نسعد كل المجتمع إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك لمياء عثمان، طالبة ومنسقة في المشروع، والشكر موصول أيضا للدكتور عطاء القيسي استشاري الصحة العامة والرعاية الصحية والوقائية. يسعد صباحكم. شكرا لكم. أكيد دكتور راح نلاقيك ونتابعك في وتكون معنا في فقرات مختلفة ومتعددة. مشاهدينا خلينا نطلق لفاصل صغير ونرجع لكم الثاني لمتابعة فقرات برنامج صباح الكوفية، ورح نتحدث عن ارتفاع أو نقصان سعر الدولار مع الرواتب، شو السبب وكيف ممكن يكون الموضوع. ابقوا معنا.